من طرائق تدبر كلام الله معرفة المعنى الكلي للسورة، فإن السور قد أتي بها لتقرير معنى كلي فيؤتى بذلك المعنى من أوجه متعددة. فمثلا في سورة البقرة أتي في أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أشير فيه هذه السورة سورة البقرة فيها الهداية وذكر الهداية والأدلة التي يستدل بها لأن يصل العبد إلى الهداية والعوائق التي وجدت عند المتقدمين فصدتهم عن الهداية وعوائق المنافقين وعوائق اليهود التي صدتهم عن الهداية ومناقشة تلك الحجج والإتيان بالآيات والأدلة التي تدل على هداية الإنسان إلى الطريق المستقيم. وهكذا إذا تدبر الإنسان بقية السور يجد هذا المعنى واضحا في كل سورة، هناك معنى كلي تأتي السورة لي من أجل تقريره. كذلك من أسباب تدبر القرآن سؤال العبد الخير الوارد في القرآن، فعندما تستمع لآيات تتحدث عن خير ونعيم الجنة فحينئذ اسأل الله عز وجل من ذلك الخير، وإذا جاءت الآيات في سياق الجنة في سياق النار وذكر جهنم فاستعذ بالله منها، أعاذني الله وإياكم منها وأدخلنا الله وإياكم جنته. فإنك إذا كنت كذلك ينشد ذهنك إلى الآيات القرآنية ويبتعد عن الاستجابة لوساوس الشيطان. كذلك من وسائل تدبر القرآن أن نتفكر في أسماء الله عز وجل والمعاني التي اشتملت عليها، فإن أسماء الله إذا تفكرت فيها أورثك ذلك خشية في قلبك تجعلك تتفهم عن الله مراده وتعقل معاني الآيات القرآنية. وآيات وأسماء الله وصفاته وأفعاله عظيمة الشأن، ولذلك ينبغي بنا أن نتفكر فيها. وكم من إنسان يسمع أسماء الله فلا ينزلها منزلتها، فمثلا نسمع إن الله سميع عليم، ما معنى سميع؟ سميع لها معاني متعددة كلها مرادة بهذا اللفظ، سميع بمعنى أنه يدرك الأصوات المسموعة، وسميع بمعنى أنه يحفظ أولياءه المؤمنين كما قال إنني معكما أسمع وأرى، وسميع بمعنى أنه يجيب دعوة الداعين كما قال لسميع الدعاء. وهكذا عزيز حكيم، ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكمة بإنزال الأمور منازلها ووضع الأشياء فيما يناسبها، أو أنه من الحكم فإذا أراد شيئا وقع؟ كلاهما مراد بهذه اللفظة عزيز حكيم. هكذا من طرائق تدبر القرآن أن نتفطن للمقابلات التي يؤتى بها في القرآن، هناك أشياء يؤتى بها في القرآن على جهة التقابل، مرة أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم، ومرة مثلا في سورة الأحقاف أتي بصورة البار بوالديه وصورة العاق لوالديه، ومرة يؤتى بالآيات الكونية ويبين ما فيها من تقابل، انظر والشمس وضحاها يقابلها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها
فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك من طرائق فهم القرآن أن ننظر إلى العلل التي بنيت عليها الأحكام. إذن لا تنجر كثيرا إلى الأسماء والذوات، وإنما انظر إلى العلة والوصف الذي علق عليه الحكم والحكم الذي رتب عليه. لما ظلموا أهلكناهم، ما هو السبب والعلة؟ ظلموا، الحكم أهلكناهم. عندما تنتبه إلى علل القرآن وأسباب الأحكام فيه، فحينئذ سيجعلك هذا تتدبر كتاب الله عز وجل. هكذا إذا انتبهت إلى عواقب الأمم الماضية وتفكرت فيها، فحينئذ سيدعوك هذا إلى تدبر كلام رب العزة والجلال. كذلك من طرائق تدبر القرآن النظر في عواقب الأمم السابقة. لما آمنوا يسر الله لهم سبل الخيرات، ولما صدوا عن الله وعن رسوله نزلت بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من عقوبات الآخرة. كذلك من طرائق تأمل القرآن وتدبره أن نتأمل الآيات القرآنية، أن نتأمل الأوامر القرآنية والنواهي، وأن نعلم أننا معنيون بها. إذا جاءك أمر فانتبه، استمع. كذلك من طرائق تدبر القرآن أن تفكر كيف تطبق هذا القرآن. عندما تستمع لكل آية انظر كيف تطبقها وتمتثلها. استمعنا قبل قليل لصفات عباد الله المؤمنين،